هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المطوع. موضوع حلقتنا اليوم عن النصائح الصحية والشرعية للحجاج. سيكون لنا أيضا تقرير عن جهود مواجهة الأمراض الانتقالية إلى جانب فقراتنا الأخرى المنوعة، لكن قبل ذلك دعوني ورحب بضيوف الكرام في الاستوديو. معنا الشيخ موافي عزب، حياك الله شيخ موافي. اهلا وسهلا، مرحبا شيخنا. ايضا معنا ايضا دكتورين عزيزين على قلوبنا، ايضا الدكتور مشعل المسيفري، حياك الله دكتور مشعل. ايضا الدكتور محمد الهادري، دائما يعني لما نلتقي بك دائما نستفيد كثير من وجودك معنا، فاهلا ومرحبا دكتور محمد الهادري. يا مرحبا. ايضا الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على ايضا متابعتكم لقناتكم وبرنامجكم برنامج ايضا المطوع. دعونا ايضا نتحدث شيخ موافي، الانسان اللي بيحج لابد نصيحه نقول له اول ما سجلت في الحمله، اول ما انت بتعزم تروح، ما هو الامور المعنويه، الامور اللي الايمانيه اللي الانسان لابد قبل لا يطلع من الدوحه الى ايضا مكه المكرمه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، مما لا يخفى أن هذه الرحلة رحلة إيمانية، فهي رحلة خاصة لها طابع خاص ولا هدف خاص، ولذلك فعلا يحتاج الذي يقصد هذه الرحلة أو يتهيأ لها أن يكون على زاد كبير من الجانب الروحي الإيماني، لأنها ليست رحلة مغلقة بمعنى أني لست وحدي، وإنما أنا أتعامل مع ملايين من الخلق، هذا التعامل يقتضي مني أشياء. ثانيا، أيضا ليس زيارة لمعلم من المعالم التاريخية أو الأثرية، وإنما هي زيارة لأعظم بقعة على وجه الأرض، عاصمة ملك الله في الأرض وبساط سلطانه. فأنا الآن مقبل على ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهي رحلة لها طابع خاص، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى أجرها غير محصور حقيقة تحت رقم معين. يعني لك أن تتصور بكل خطوة يخطوها الإنسان منذ أن خرج من بيتي حتى يصل إلى بيت الله الحرام، يعطى بكل خطوة ثلاث مكافآت، يكتب الله له حسنة ويحط عنه بها خطيئة ويرفعه بها درجة. وتصور أنت طوافي حول البيت بكل خطوة أخطوها يغفر الله لي كبيرة من الكبائر. تصور أن رمي للحجارة حجر الجمرات بكل حجر أرميه يغفر الله لي به كبيرة من الكبائر. تصور طوافي بين الصفا والمروة، هذا وحده يكتب الله لي به أجر كمن أعتق 70 نفسا من ولد إسماعيل. يعني شيء لا متناهي. ويكفي أيضا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تصور آن 50 عاما قضاها الإنسان مخلوطة ما بين خير وشر في لحظة واحدة، نقوله يا عبد الله لقد غفر الله لك كل الذنوب التي وقعت منك قبل هذه اللحظة، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، سواء كانت في حقوق العباد أو في حقوق رب العباد. أي كرم أعظم من هذا الكرم؟ الله أكبر. وليس يعني كما قال صلى الله عليه وسلم ليس جزاء الحج المبرور جزاء إلا إيش؟ إلا الجنة. إلا الجنة، وما إلا أحلى هذه الجنة. الحديث شيخ موافي متواصل، لكن أرجع للدكتور مشعل، ماذا ينبغي على الحاج الآن يفعله قبل لا يروح أيضا للحج؟ التطعيمات، الاهتمامات اللي موجودة، أصحاب الأمراض أيضا اللي موجودين، ما ينبغي على الحاج فعله قبل يحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نصنف الناس أنه في ناس عندهم أمراض مزمنة أو كبار في السن وناس شباب، فكل الحجاج لابد أنه يطعم قبل الحج بتقريبا 10 أيام بأسبوعين. في تطعيمات، 3 تطعيمات، تطعيمتين رئيسيتين اللي هي تطعيمة التهاب السحايا، هذا الحاج يأخذها كل 3 سنين، يعني إذا أخذها مرة بعد 3 سنين ممكن يأخذها مرة. وعلى كيفنا بعض الوقت، على كيفنا أنا ما أخذها، اعتقد تطلب هذه الاوراق في المطار. هذه تطلب بشيء رسمي من السلطات السعوديه ومن وزارة الصحه السعوديه بشيء رسمي. الامراض تطعيم الانفلونزا وتطعيم التهاب السحايا، هذا اشتراط رسمي من السلطات السعوديه. واللي اخذها العام دكتور؟
تطعيمة الانفلونزا سنويا. سنويا. اللي اخذها العام او ما سنويا، لكن تطعيمة التهاب السحايا مرة واحدة تغطي عن 3 سنين. وفي تطعيمة لكبار السن واللي عندهم امراض مزمنة، اللي هم يسمونها تطعيمة الوصيات الكروية. يسمونها نيموكوكن، هذه ياخذها فوق 65 او اللي عنده امراض مزمنة، فهذه مطلوبة عليه. هاي التطعيمات الرئيسية المطلوبة، هي في تطعيمات معينة مطلوبة ولكن على دول أخرى، في دول عندها أوبئة وكذا مطلوب منها، بس احنا اللي مطلوب علينا بس هذه التطعيمتين زاد. في إضافة دكتور محمد أيضا على كلام دكتور مشعل. على كلام أخوي مشعل، هذه هي الاشتراطات اللي تصلنا سنويا من وزارة الصحة السعودية بالمملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. هنالك في هذه التوصيات أمور أخرى غير التطعيمات، اللي هي التوعية للحجاج بالأمور الأخرى اللي هي الاستعداد وأخذ أدوية، كمية أدوية من يعني التي يحتاجها بعض الأشخاص، وحفظها في أشياء يعني درجة حرارة مناسبة. إذا بالإمكان يكون هنالك شنطة إسعافات أولية لكل حاج، أو في الحملة يكون هنالك كذلك يعني إسعافات أولية مجهزة، كل حملة يكون فيها طبيب، فيها طبيب موجود يعني. التوعية ب يعني الأمور الأخرى اللي هي نظافة الأطعمة ومأمونية الغذاء، انه نهتم ان ناكل الغذاء النظيف، نشرب الماء النظيف، وكذلك تجنب الاماكن المزدحمه قدر الامكان، خاصه اذا كان من ذوي الامراض المزمنه في اماكن الزحمه. الامور الاخرى اللي هي مثل ما قال اخوي مشعل، نقطه مهمه جدا، استشاره طبيه فتره كافيه على الاقل اسبوعين قبل الحج، وكذلك بعد الحج اذا عاد الشخص يكون على انتباه انه اتى من الحج، ينتبه لنقطتين رئيسيتين، هي ظهور اي حراره أو أعراض رشح أو زكام أو إسهال، يذهب للطبيب في المركز الصحي ويخبره أنه كان بالحج، حتى يكون في الحسبان في التشخيص بعض الأشياء التي قد تتعلق بالحج. شيخ، ما في تكلمنا بداية حديثك وقلت بأن الأجور يعني أجور عظيمة، يكفي شرف أنه يرجع من ذنوبه كيوم أتم، لكن ما هو الاستعداد الروحي اللي اليوم الإنسان قبل لا يحج، ما هو كيف ينظف نفسه قبل يروح الإنسان الحج؟ أعتقد هذه فريضة الإنسان حتى ما يخرب هذه الفريضة. صحيح. كيف يستعد قبل ذهابه إلى مكة؟ نعم، أول شيء ينبغي عليه بداية أن يعلم أن هذه رحلة فاصلة، فيبدأ بالتوبة، ينظر في الملفات المفتوحة بالنسبة له، هناك بعض الكبائر التي كنت أمارسها، بعض المعاصي التي كنت أقع فيها، أجعل هذه محطة تغيير في حياتي، أنا ذاهب إلى ملك فينبغي أن أكون متأدباً بالأدب اللائق بالعبد بين يدي سيده، فأول شيء أن أخرج من هذه المعاصي بالتوبة، أعقد عزماً أكيداً على أن هذه المعاصي تلك آخر علاقتي بها، هذه التوبة النصوح التي ينبغي على كل مسلم وخاصة على القاصد بيت الله الحرم، هذا من الأدب، هذا من الأدب. ثانياً بعد ذلك علي أن أتعلم بعض الأشياء التي تتعلق بهذه الرحلة، لأن الرحلة كما ذكرت ليست رحلة فردية، كيفية التعامل مع الناس، أنت رجل ضمن حملة، حملة قد يكون فيها أكثر من 100 حاج أو أكثر، كيف تتعامل مع الناس، كيف تصبر على أذى الناس، كيف تمد يد العون والمساعدة للناس، حتى وإن كنت مخدوما من قبل المقاول الذي يحملك، إلا أن هناك جوانب إنسانية إيمانية عالية ينبغي أن يحافظ عليها. ثانيا على الإنسان، أو ثالثا عليه أن يكتب وصية، والوصية هذه حقيقة مسنونة في كل وقت، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن ليلة أو ليلتين إلا وصيته تحت رأسه. الوصية تعني الحقوق المالية على وجه الخصوص، لأن هذه الرحلة معروف أن السفر مظنة الهلاك، فقد تكون لي حقوق غير مكتوبة، فأنا أكتبها وأدونها. إذا لك هير يا شيخ، إذا عليك. وإذا علي نفس الشيء. نعم. ما هو لي أو علي، لأن قد يضيع أولادي من بعدي. نعم. قد يذهب ولدي إلى رجل لا عليه دين فيقول لولدك ما له عندي شيء، فتضيع حقوق عند غيري، فإذا يكتب الذي له والذي عليه. ثانيا أيضا عليه أن يراعي إخوانه أهل المسجد، يحاول ويستسمحهم إخوانه في العمل، ولي إخواني أنا مسافر، أسألكم إذا كنت أنا أخطأت على حد أرجو تسمحوني، وأنا راح أدعو لكم، يعني تكون مسألة فيها بيع وشراء حتى أن أنا أتواءم مع هذا الجو. أيضا والدي، إذا كان لي من والد أو والدة فلا بد أيضا من أن أراعي مشاعرهما، هب أني أريد أن أحج حج نافلة، وأبي لا يرغب أن أخرج وأن أدعه لأنه ليس له من عائل سواي، فلا يجوز لي أن أخرج إلا بإذنه، لأن حج النافلة كالجهاد لا بد فيه من إذن الوالدين، فإن أذن لك وإلا فلا يجوز لك أن تخرج. فإذا أيضا إذا كان حج نافلة أو فريضة أستسمحهما، كذلك أيضا إذا كان هناك ديون علي لبعض الأشخاص وأنا أؤجلها لأن وقتها لم يحن بعد،
تطيبا لخاطر صاحب الدين أن أذهب إليه وأن أقول له أنا أريد أن أعقد العزم على السفر، فأرجو منك أن تعلم أني قد أتعرض لكذا، فأسألك السموح مثلا بأني أسافر هذه الرحلة. أيضا فوق ذلك أيضا يحتاج الإنسان إلى البحث عن صحبة طيبة في الحملة التي معه، لأن الرفيق قبل الطريق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمن. وأحيانا أنا قد أتأثر مثلا بأخلاق الشيخ أحمد في أشياء ما أعرفها، فإذا أنا أدور في الحملة من الذي معي، من الممكن أن أسأل المقاوم أو السكرتير اللي عنده، فإن وجدت فيها بعض الشخصيات الطيبة أقول لو سمحت حطني معه في الغرفة حتى أتعلم من أخلاقه وقيمه، لأننا نتعلم من السلوك ما نتعلمه من الكتب. كلام النظر يبقى كلام يذهب ويأتي، أما سلوك العمل هو أكثر تأثرا أو تأثيرا في الآخرين. تجارب العملية دائما أوقع في النفس، وذلك حنا حتى الأشياء اللي تعلمناها في المختبرات ما راح ننساها، أما سمعنا كثير جدا في مراحل التعليم كلام أكثر من وزننا ورغم ذلك راح. فإذا كوني أصاحب مؤمن، كوني أصاحب عبد صالح، أجد في الحملة رجل مثلا داعية طالب علم، أحرص على أن أكون معه لأستفيد من معينه ولأتعلم من هديه ودله وسلوكه، هذا أيضا مسائل ينبغي أن تراعى. أيضا كذلك ينبغي أن أعلم أن هذه الرحلة ليست رحلة عادية، فمعنى ليست رحلة عادية أن أقصد بها وجه الله تبارك وتعالى وحده، لأنه إذا لم أرد وجه الله عز وجل بمعنى أني لا أريد لا رياء ولا سمعة، أنا أخرج لله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وأعقد النية على إخلاص النية على ذلك. فإذا ما قمت بهذه الجوانب الإيمانية يلزمني بعض الأشياء أخرى التي تسمى بسنن وآداب الإحرام. لعل نتكلم فيها أيضا بعد قليل، لكن نرجع أيضا للدكتور مشعل. أيضا هناك أمراض سمعنا عنها كثيرة تخوف الناس منها، بعضهم ما راحوا، مثل الكورونا والإيبولا، أسامي كثيرة الآن اللي موجودة، أمراض كثيرة اليوم موجودة اليوم هناك، ونشوف هذه الأمراض وتخويف الناس فيها، الناس تخوفك ما تروح وناس تروح وتخوفك فيها، ما هي الوصية الطبية بالدكتور مشعل المسيفري؟ طبعا هاي الأمراض المنتشرة، كورونا صار يمكن سنتين تقريبا بدأ ينتشر وموجود، الإيبولا موجود في طلع في أفريقيا، فالخوف أنه من الناس اللي جاية من أفريقيا تنتقل على يعني. نعم طبعا بالتطعيمات ممكن الانسان يعني بعد الله تعالى يعني يتقي هذه بعد الله سبحانه وتعالى. التطعيمات هذه خصوصا تطعيمات الانفلونزا ما تقي بنسبه 100% حق الامراض هاي، لان هاي الفيروسات تتغير مع مرور الوقت، يعني كل ما يطلع لها حاجه تتغير تركيبه الفيروس، لكن الوقايه منها ابسط ما يمكن، يعني ان الحفاظ على النظافه الشخصيه، المطهرات الطبيه، انت اذا في عدم مخالطه الناس المريضه او اللي عندها حراره او اللي عندها زكام، يعني يهتم في نفسه اكثر، يهتم في الجانب الصحي اكثر، يهتم في النظافه الشخصيه، يهتم في الاكل، يهتم في الشرب، يهتم في ان اذا في بوادر حراره او بوادر يروح يراجع اقرب طبيب، ما يختلط مع الناس. هذه الاشياء تقي كثير بنسبه كبيره بعد الله سبحانه وتعالى، يعني بنسبة كبيرة جدا تقي من الفيروسات، انتقال الفيروسات. الوسواس بعض الناس انهم وسواس يعني عجيب، الخوف والامن والحماية واجبة ان احنا الانسان يخاف من هذه الامراض انتقالها. والله انا ودي اطمن الناس، الحمد لله احنا في متابعة لصيقة مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية السعودية بشان هذا الفيروسين، كورونا او الايبولا. الحمد لله السلطات السعودية منعت التأشيرات العمرة والحج من شهر 4 اللي فات لهذه الدول المبوءة، وهناك متابعة إذا لا سمح الله ظهر الوباء في أي دولة أخرى أن يتم منع الحجاج والمعتمرين من هذه الدول حسب الاتفاق المبرم. ثانيا تطعيم لهذا الفيروسين مش موجود بسبب أن هذا الفيروسين جديدين نسبيا، الكورونا من 2012، الإيبولا كان يظهر في أفريقيا، ولكن الوقاية منه مثل ما قال أخي مش على سهلة، عزل المريض، حماية المجتمع، اللبس الواقي للعاملين بالقطاع الصحي لحماية أنفسنا من ناحية الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى. الحمد لله يعني هنالك متابعة لصيقة، هنالك إجراءات احترازية مشددة لهذا العام من قبل السلطات السعودية حسب ما تم إخبارنا به. التطعيمات الأخرى تساعد على الحماية من الأمراض مثل الإنفلونزا والحمى الشوكية اللي هي احنا نخاف على الحجاج اكثر من الكورونا والابولا. الحمد لله الحجين اللي فاتوا ما صار فيهم ولا شيء من الكورونا، بالعكس من افضل الحجات اللي حجيناهم قبل كانت امراض البقر او جنون البقر وكذا، وكانت لله الحمد كانت امور، لكن هي
لابد الانسان ياخذ بالاسباب ثم صحيح. ايضا نعم من حجاج قدام الحمد لله ما في حاله كورونا تسجلت منهم يعني واحد حج وجو الحمد لله الحاج سبحان الله هذا لازم نقول الحاج وهو في 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 المشاعر في مكه في منى يتوضا في اليوم 5 مرات نعم فهذا من انظف ما يكون يغسل انفه في اليوم اكثر من 15 مره ويغسل حملاتنا بالخليجيه بالذات تقريبا الخليجيه لله الحمد الحملات ايضا اللي هي في اماكن راقيه وايضا اماكن لله الحمد بعيده عن الاضواء الموجوده لكن الكمامات شيخ ما في شرعا يعني المراه والرجل كيف لبسها هل في محاذير شرعيه ايضا؟ لا هو حقيقه الكمامات من الامور التي توسع فيها لاننا عندما نرى ان احرام الرجل في راسه على راي الراجح من اقوال اهل العلم معنى ذلك أنه يجوز له أن يغطي معظم وجهه بلا إشكال ولكن نقول باعتبار أن هذا أمر قد يكون فيه نوع من المشقة أيضا على النفس وعلى الناس أحيانا إذا كان هناك داعي استعملناه وما دام هناك إخوة من الأطباء بكل حملة من الحملات والحريم الشيخ الحريم ترى يسوونها من باب ستر الوجه تغطية الوجه يعني هي هل تدخل فيها النية الشيخ فيها ولا هو حقيقة العمل كله لابد فيها من نية من نية لأن هي الرحلة كلها رحلة عبادة البعض يسويها من باب تحط الكمام على خشمها وعلى ايضا فمها من باب تقي نفسها من الامراض والبعض تحطها من باب انها هي تغطي جزء من وجهها. ما يكون هم على ديكور ولا كنت زينه. يعني يكون لها هدف يعني يكون لها داعي. وانا اقول دائما ما دام عندنا اطباء موجودين نراجعهم لان مو بلازم ان انا احط كمامه وكمامتين واشتري بعض الكمامات الخاصه جدا باسعار اعلى احيانا وقد يكون عندي كمامه تكفي. ولكن فكره حب التغيير ومحاكاه الاخرين. فإذا ما دام عندي مرجع طبي كالمرجع الشرعي اسال اخواني هل يا اخواني بنسال الاطباء لكن مو بالان بنسال الاطباء بعد قليل شيخ الكرام ننتقل الى فاصل قصير ولكن قبل ذلك الفاصل دعونا نتوقف مع فقره خير الكلام التي تتناول بعض مفردات القران الكريم فلنتابع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فكثير من الناس يقرأ رجالا ويظن أن الحج مفترض على الرجال دون النساء وليس كذلك بل رجالا أي معناها راجلين أي يمشون على أرجلهم ودل على ذلك الكلمة التي بعدها عندما قال الله وعلى كل ضامر أي راكب يأتين من كل فج عميق من كل أنحاء الأرض يأتون يحجون بيت الله الحرام وهذا مشاهد واقع ملموس كان في عهد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يأتون ماشين ويأتون ركبانا حتى في بعض هذه الأيام ومع التطورات التي حدثت العظيمة في المركوبات إلا أنك تجد بعض الناس يأتون ماشين وراجلين هذا والله أعلى وأعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حياكم الله معنا مشاهدي الكرام من جديد نواصل تقديم هذه النصائح لحجاج بيت الله الحرام نريد الحديث أيضا عن الرخص والصور لكن قبل الصور والرخص اللي موجودة يمكن الشيخ ما في تكلم قبل الفاصل وقال بأن عن الكمامات اللي تلبس للرجل والمرأة الكمامات هذه هي أنواع كثيرة وأيضا فيها أعتقد أن كل كمام أعتقد فيه علاج معين أو دواء معين هذه الكمامات استخدامها بعضهم يقول لك تنتقل من خلال الكمامات وتسبب أمراض لك هل هي وقاية ولا هي أيضا تنتقل أمراض بكل بساطة هناك أنواع كثيرة للكمامات ولكن بشكل عام الكمامات العادية اللي احنا نسميها العادية الموجودة الجراحية هذه لأنها أخضر تقريبا في معظم الأوقات هي التي ينصح بها للحجاج في بعض الأماكن وبعض الحالات بمعنى إذا كان الجو حار يصعب لبسها هذا واحد ولكن يوصى بها لبعض الاشخاص اللي عندهم حساسيه بالصدر، ربو او نخاف عليهم في بعض الاوقات لما يكون في زحمه سيارات وديزل ودخان يلبسها وقت الحاجه. او اذا كان في ازدحام شديد وهو عنده القدره في الرمي مثلا في الرمي في الرمي مثلا يوم الرمي في زحام نعم الطواف ايضا اذا كان في زحام شديد وهو يعني
من النوع اللي مناعته ضعيفه وعنده مثلا امراض مزمنه سكر او كذا ويستطيع ان يستحملها فترات. يعني هي مفيده فعلا ولا مو مفيده؟ ولا احنا هي مفيده تقي. تقي ايوه لكن ليست 100% نعم. هي تقي نعم. هي فيها نسبه وقايه خصوصا للناس اللي عندها امراض مزمنه يعني 20% تقريبا وفيها نوع لا نستطيع ان نحدد، ولكن انها مفيده، نقول انها مفيده لهذه الاوقات في الاوقات المعينه، في لما يكون في غبار او تلوثات او ديزل أو في الازدحام، ويكون في كذلك مخالطة بعض الناس اللي عندهم أعراض. أنت في الحج ومعك حد في الغرفة مثلا أصيب بمرض، أنت تلبس كمام تحمي نفسك من هذا الشخص. إذا اضطريت أنك تدخل مستشفى فيها ناس مرضى، بعد ننصح إذا الأشخاص هذول أمراض وبائية وكذا تلبس هذا الكمام. إذا عندك ربو ومار على مكان بعد فيه زحمة أو كذا تقي نفسك. طبعا ما تلبسها طول الوقت، احنا نقول قدر الممكن أو قدر المستطاع إذا خفت على نفسك. طبعا الكمامات هذه تتكلم عادة ما تطول يعني تتكلم صحيا الان صحيا اي اما بنرجع بالمرة الثانية حق الشيخ هذا الماضي ان الفيروسات هذه خصوصا كورونا ينتقل في الجو، ينتقل عن طريق الجو، عن طريق النفس، عن طريق مثلا العطاس وكذا ببعد يمكن 30 سنتي او 50 سنتي. فانا لما اكون احداي واحد انا ما اعرف ان هذا عنده كورونا وما عنده حاجه، فلما يكون واحد احداي فانا بيني ما بيني وبين احد، فقام انا اغطي ان شاء الله ان هذا يكون في ما يمنع دخول الفيروس هذا، يمنع دخول الفيروس الجهاز التنفسي اللي عندي، لانه ما يدخل، يدخل في الجو هو او انه بعد مسافه كذا، فهذا يقي يعني خصوصا انه واذا ننصح للحجاج ايضا عدم الذهاب للاماكن التجمعات اللي موجوده الا لحاجه، وقت الرمي، وقت الطواف، وقت السعي، وقت هذه الاماكن اللي انت لابد تروح فيها، لكن بعضهم يعني تلقاهم في كل اماكن يتمشون فيها، وقد تكون هي خطوره على هي اكثر اشكاليه هي بس لما اركان الحج في السعي وفي الطواف يكون في زحمه، في الجمارات في زحمه، وبعدين في التشريق لان الناس تروح ترمي الجمارات، فهنا يكون الزحمه، فهذه هي الخوف هنا، في هاي هي الاشكاليه، لان انت مع الناس كلهم مش مع مثلا حجاج قطريين، لان فلما ترمي الجمرات يكون مع الناس كلهم مع العلم انه في الرمي اكثر يعني القطريين تلقاهم مجموعه واحده ويروحون مع بعض، فاعتقد انهم يكونون قريبين. الاشكاليه الاكبر انه ثاني يوم في التاجيل، هاي المشكله الزحمه. ومع ذلك بعد انا اقول حملاتنا اكثر هم مع بعض، لان ما شاء الله تبارك الله يجتمع عدد قليل الحين يعني تم ترمي ما حولك احد. نعم احنا دائما كنا نقول لا تعتمد على الكمامات بس، اعتمد كمامات، اعتمد على الغذاء الصحي، اعتمد على راحه البدن، والتطعيم قبل التطعيم قبل كذلك يساعد، والنظافه الشخصيه وكثره غسل الايدي بعد. وكثر الناس تتهاون دكتور محمد تتهاون في مساله التطعيمات اللي موجوده، والله انا الحمد لله رب العالمين فيها. والله انا عندي بشاره بالنسبه للتطعيمات، الحمد لله السنه هذه نجحنا باحضار تطعيمين جديدين. الاول هو تطعيم الانفلونزا الرباعي الذي فيه اربع انماط بدل الثلاثه، وهذا اول مره يدخل في الشرق الاوسط الحمد لله، نعتبره انجاز قطري. ويحمي ضد الاربع انماط المنتشره في العالم اكثر من الثلاثه، هذا واحد. اثنين تطعيم الحمى الشوكيه احنا نسميه الكونجوجيتد او المطور، وهو لا يعطي حمايه لمده سنتين او ثلاث، على الاقل خمس سنوات، والان في دراسه علينا ان شاء الله يحمي لمده سبع سنوات قادمه ان شاء الله. فهذا ان شاء الله سيحل القديم، واللي ياخذ الان ان شاء الله سبع سنوات قدام ما يحتاجه باذن الله. شيخ ما في موضوع التيسير الان مع الامراض اللي موجوده، مع ان عدد الحجاج انا اشوفه اقل من قبل كان عدد اكثر كان فيها، لكن مع التيسير اللي موجود الان هل بامكان نقول والله ممكن ناخذ الجوانب الشرعيه باحكام الشرعيه من باب التخفيف في اثناء الرمي؟ المريض ممكن يرمي عنه حد، ممكن ايضا المبيت في منى يوم ثامن، كل هذه الامور قد نخفف على الناس من جانب التيسير لمصلحه ايجابيه، والا الامور الاحكام الشرعيه كيف تؤخذ؟ التيسير اولا سمه من سمات الشريعه، وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم قائما دائما ابدا يسر ولا تعسر، وما سلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه مسلك التشديد قط، بل انه كان صلوات ربي وسلامه عليه عندما يرى تشديدا كان يغضب غضبا شديدا، كما قال أفتان أنت يا معاذ، وغير ذلك إن فيكم منفرين، وهكذا. فالتيسير سمة عامة للإسلام وسمة عامة للمشاعر على وجه الخصوص، ولذلك ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحج عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا الآن ما دام هذا التيسير له قواعد تحكمه وليس مجرد هوى متبع، أو ليس من حق أنا كفرد عادي أن أقول بأن كل شيء سهلات وتيسير وأخرج عما هو منصوص عليه. إحنا عندنا في كل حملة بارك الله فيكم إخواني هذا مؤجي شرعي، فإذا هذا هو قائد التيسير، ونحن نحرص على أن نذكر إخواننا ضرورة بأن يكونوا هم دعاة التيسير في الحملات،
لا يشق على الناس ولا يحملهم حقيقة على شيء هناك ما هو أيسر منه. فإذا وجدنا هناك مشقة في المبيت في ميناء كضيق المكان، ليس الناس حقيقة لم يطالبوا أن يبيتوا في العراء أو في الشارع حتى أن يقيموا سنة من السنن، وإنما إذا وجدنا هناك مشقة فعلا في مبيت كل الناس في خيمة واحدة أو في مكان ضيق لا يسع الناس، وقد يترتب عليه كما ذكر إخوان انتقال بعض الأمراض والأوبئة والعدوى، هنا نقول بالتيسير، فنقول لا مانع أن نقسم الحمل إلى قسمين بأن يبيت كما يفعل بعض الإخوة، نعم. مثلا جزء في النصف الأول نصف الثاني، أو أن يبيتوا إلى منتصف الليل ويعودوا مرة أخرى، أو أن نترك الأمر على الخيار مع مراعاة ضرورة الضابط الشرعي، بمعنى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك في الرمي نفس الشيء، إذا وجدنا في الرمي الآن إحنا كما تعلمون الليل الحمد لله منا سهلات بالنسبة للرمي، وضع الرمي يختلف تماما عن ذي قبل من حيث تعدد الطوابق، ومن حيث كما ذكرت أنت الآن الحمد لله حملات القطرية مرتبة منظمة، الأخوة يختارون الأوقات المناسبة، هذا كله الحمد لله قائم من فضل الله. ورغم ذلك إذا ولد الإنسان مشقة أي كانت المشقة فيجوز له أن يترخص. وأيضا أنصح إخواني الحجيج جميعا بالاشتراط، فالاشتراط راحة ونعمة عظيمة، لأن الاشتراط هذا يحلك من أي تبعة. عندما أنوي الإحرام بالعمرة أو بالحج عند الميقات أقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لو تعرض الإنسان لمرض أو تعرض حتى الأخت لحيض كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره وخافت أن تفوت الرفقة يجوز لها أن تتحلل في هذه الحالة. فإذا أقول لابد أن نراجع دائما المرشد الديني الموجود في الحملة، لأن هذا أنا بعتبره هو إمام التيسير، وديننا دين تيسير لا شك. أكيد. إيه ديننا دين تيسير، لكن يجب الإنسان أيضا لا يأخذ هواه في مسألة الأحكام الشرعية، أن يكون شافعي في هذا الأمر ومالكي في هذا الأمر. والله حتى لو كان أصلا شيخ أحمد ما عنده مشكلة، بس المهم ما يكون صاحب هوى، لأنك أنت لو خرجت من مذهب إلى مذهب معتبر لا حرج في ذلك، أنت مقلد. فلو أني أخذت بقول الشافعي ما دام قولا معتبرا وصحيحا في مذهبه لا حرج في ذلك، لا يكون زنديقا في هذه الحالة. لا ولا زنديق، لا يتتبع الرخص، الرخص التي أصلا هي الأقوال الضعيفة من أقوال أهل العلم. أما الآن هذا ليست رخصة، أنا أخذ بالقول الصحيح المعتبر أو الذي عليه العمل، فلا حرج في ذلك. البعض دكاتري والدكتور مشعل، بعض الناس مريضة أو مريض في الحج فيعني يتباطأ في علاجه، يقول أنا طيب أنا بخير، وقد يكون في مرض حتى لو كان كحة ولو كان في مرض بسيط. ما هي النصيحة اللي إحنا نوجه حجاجنا اليوم لما تحس بشيء معين من مرض أو مبادر مرض؟ فما هي النصيحة دكتور مشعل؟ شوف الله يسلمك، هو في عندنا في البعثة إن شاء الله في وحدة طبية متكاملة، في بعض الحملات عندها أطباء، فهو إذا الحاج مريض أو عنده بوادر ترى المفروض ما يفكر بس في نفسه، يفكر في اللي معاه في اللي في الغرفة واللي حوله، في الغرفة واللي حوله، لأنه ممكن هو صحيح. أوكي هو قوي بس غيره ضعيف صحيح. فممكن يعدي غيره من غير ما يدري. فلازم إذا في بوادر كحة بوادر حرارة خصوصا الحرارة، لأن الأمراض هذه منتشرة تعريفها أول شيء أن حرارة بقدر معين، لازم يلجأ إلى الطبيب يتم الفحص عليها، وإذا كان والله نزلت برد عادية فما في إشكال، لكن إذا كان لا قدر الله الأشياء اللي إحنا نخاف منها فهنا يصير التدخل السريع في الأمور وتحويلها للمستشفى بدل ما تتفاقم الأمور. نفس الحاجة بعد النزلة المعوية اللي هي منتشرة، إذا لأن ممكن يكون أكل مثلا يعني بايت أو بايت كذا، فممكن الحملة كلها تنضرب يعني الحجاج اللي وياه ممكن يعديهم، لأن الفيروس هذا ممكن ينتقل للناس، فممكن ينعدون 10-5 بسببه هو، فضر نفسه وضر غيره. أمر مهم بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، سكر، أمراض كبد أو كلى أو أمراض قلب، هؤلاء كذلك الاستعداد قبل الحج بفترة كافية من ناحية الاستشارة الطبية بحيث تعديل مواعيد أحيانا بعض الأدوية أو الانتباه لها، كذلك زيادة النشاط البدني واللياقة بحيث أن الإنسان يعني يأخذ على الحركة والمشي بحيث ما يتعب، لأن هؤلاء الأشخاص الكبار في العمر أو اللي عندهم أمراض مزمنة أو حتى السمنة يعانون من التسلخات الجلدية، يعانون من آلام المفاصل والصداع التي قد أحيانا تعيق حجهم أو حتى يمكن يعني تتعبهم بحيث أن ما يؤدون المناسك وهم مرتاحين. الاستعداد، أخذ الأدوية الكافية، الاستشارة الطبية، في حال يعني شعور بأي شيء مو طبيعي على طول استشارة الطبيب في الحملة أو توجه إلى مركز البعثة الطبية الموجودة بالحج. شيخ، ما في البعض لما يجي مكة ويجي يبي يسوي أشياء مش مفروضة عليه، مثل الذهاب لجبل عرفات، الذهاب إلى مسجد الأميرة للصلاة فيها، البعض قد يكون بعيد عن الحرم وأيضا بيصلي الفروض كلها في الحرم مع أن يكون فيها جهد بالذهاب والعودة، ما هي النصيحة اللي يوجهها الشيخ ما في لأن الحج
عرفه، الانسان ودنا يكون يوم عرفه يكون قوي، لان في يوم عرفه الانسان يفتح ابواب الدعاء ويفتح امور، والحج كما ذكرت هو عرفه. ما هي نصيحه نوجهها للحجاج اليوم انهم ما يتعبون نفسهم كثير حتى وراهم مناسك وراهم ايضا اعمال كثيره؟ انا حقيقه اناشد الاخوه الحجاج الا يكونوا مفتين ولا علماء الشريعه، وانما اخي الكريم هذه رحله حج، رحله عباده، وهناك رجل وظفته الدوله لخدمتك، فقبل ان تفعل شيئا اتمنى ان تراجع المسؤول الشرعي، لان هذه مساله بد ان نعيد له دوره. هذه بارك الله فيك، اذا كان فريق كره عاده الكابتن هو الذي يقود كل الفريق، ما حد يتحرك الا هذا الخطه او المدرب، نعم او المدرب مثلا. فاذا هنا بارك الله فيك الدوله جزاها الله خير وفرت كما وفرت اطباء ووفرت دعاه، كل حمله فيها داع واكثر. فاذا اخي الكريم انت لك رغبه في شيء، اسال اولا هل هذا الامر له علاقه بالشرع؟ انا الان وقفت بجبل عرفه او جبل هلال او هلال او جبل الرحمه، هل سيعود علي شيء من الاجر اكثر من غيري؟ اذا قالوا لك نعم فافعل، ولكن في الواقع لا يوجد هناك شيء اصلا اساسا، اصلي فيها ان وقفتها هنا وعارفه كلها موقف. الامر الثاني فيه مشقه عظيمه، اخواننا الاطباء يقول لك الان ممكن انك انت قد تكون قوي ولكن قد تكون تحمل مرض معين تنقله لغيرك، لانه طبعا عوامل المناعه تختلف من شخص لاخر، صحيح عنصر المقاومه. فاذا بارك الله فيك بدل ان اتعرض لضربه شمس، هذه قد تحول بينه وبين بقيه الاعمال، خاصه ان احنا احيانا قد نكون بعيدين عن نفس الجبل، تمشي 4 كيلو 5 كيلو على الاقدام، وانت في الدوحه ما تمشي 50 متر في اليوم، بالعليك عن شو اللياقه اللي جاتك في هذا اليوم، وياتيك منتهي. يبسل كل شيء. صحيح. يبسل كل شيء. اقول سنه النبي، قول السنه، اسال بارك الله فيك. فإذا نقول إخواننا الكرام اسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن موضوع عرفة حقيقة عرفة كلها موقف، ولا يوجد هناك مكان أفضل من المكان الذي يكون فيه خاشع حاضر القلب بين يدي الله تعالى، إذا كنت بروحك ولا مع المجموعة، أما خروجك لهذا المكان لا علاقة له بالنسك لا من قريب ولا من بعيد. بس بعد الشيخ يرجعون لك والله هذول الحملة ما ودونا لا جبل عرفة ولا ودونا مسجد الأميرة ولا ودونا هذه الأماكن، كأن سبحان الله والمقاول وأيضا المفتي اللي في الحملة يريد لنا الخير ويريد حجاجنا الخير، لما يقول لهم لا تسوون كذا إنما هو ميسر لهم. وأيضا يعني فعلا أنا أؤكد على كلام الشيخ موافي إن احنا يجب نرجع إلى المفتي اللي موجود في الحملة، لأنه بيحقق لك أشياء كثيرة أنت ما تعلم، أنت أول مرة تحج، نعم، لكن الشيخ اللي موجود معك ودائما يعرف الأمور اللي موجودة وأعتقد بيرشدنا لها. هذا أكيد. والأمر الثاني أن نقول إخواننا المرشد ليس عضو من أعضاء، ليس تابع المقاول، هذا تابع الدولة، يعني هو يعتبر فوق المقاول، وهو يعتبر في الحقيقة هو قائد الحملة. يعني ما تظن أن هذا بجمله لأنه بأكله ولا بعشيه ولا جمع عبطة، لا لا، هذا رجل محايد ونحن بين لهم أنكم القادة، ولذلك يمنع منعا باتا على المقاول أن يتكلم، كما لا يتكلم في الطب لا يتكلم في الشرع، حتى لو انك واعتقد وقولين يعون هذه الامور كلها. أكيد. وايضا الحمد لله رب العالمين لوزاره الاوقاف وفرت لكل حمله ايضا مفتي وطبيب حتى بدوره يكون ايضا يرشد الناس الى الخير اللي موجود في هذه الحج. شيخ الكرام وصلنا وياكم لفقره في الواجهه، تقريرنا اليوم يتناول جهود مواجهه كورونا وايبولا، كلمه صحيحه؟ ايبولا، ها؟ ايبولا، فلنتابع هذا التقرير ونرجع لكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. في سنة 2014 كانت أهم الأحداث العدوى العالمية اللي أثرت على دول العالم كانت مرض الكورونا ومرض الإيبولا. اهتمت دولة قطر في الموضوع وأيضا عملنا مؤتمر ووضحنا مخاطر الكورونا من سهولة العدوى عن طريق الهواء والرذاذ، ولكن الإجراءات الاحترازية مهمة جدا. دولة قطر عندها لجنة لوائح صحية دولية اللي تنسق مع الجهات الخارجية والداخلية لاحتواء أي مرض يعني يكون ذات اهتمام عالمي، وهذه اللجنة تنسق مع المؤسسات في دولة قطر لاحتواء المرض إن ما يجينا عن طريق المطار إن كان إيبولا أو كورونا، كل مرض على حسب طريقة انتقاله، كورونا عن طريق الهواء أو إيبولا عن طريق السوائل. بالنسبة للإجراءات في مطار حمد الدولي، فريق المناوب يقوم هناك بفحص جميع المسافرين القادمين من نيجيريا بواسطة كاميرات الحرارية، وايضا تتوفر جميع معدات الوقايه الشخصيه للفريق المناوب لاستخدامها عند التعامل مع اي حاله اشتباه من الخارج، وايضا يتم توفير هذه المعدات لتوفيرها لاي راكب
عند حصول أي اشتباه قبل تحويله إلى عيادة المطار ليتم تقييمه، ومن ثم بعد التقييم يتم سواء كان نقل الحالة إلى المستشفى لتلقي العلاج أو أن يتم تقييم الحالة على أنها حالة بسيطة لا تستدعي النقل إلى المستشفى. خط السخ موجود، أي واحد يتصل لنا وفي إبلاغ على طول فوري يعني في نفس اليوم على أي حالة، وحتى يمكن في نفس الساعة اللي أي مرض لا سمح الله من أمراض المعدية اللي يكون عليها تركيز أكثر. إحنا ننصح الحجاج، إحنا طبعا ذكرنا في السابق إن شاء الله الحجاج ننصح يعني طبعا الكبار في السن أو أطفال السنة أو الحوامل أفضل السنة إن ما يروحون، لسبب إن في عدة أمراض يعني دولة جيران أخوانا في السعودية يتابعونها، وننصح إن إذا يقدرون يجون الحج السنة يكون أفضل للسنة القادمة إن شاء الله لحد ما تتحسن أمور هذه الرؤية. في نفس الوقت ما أقول لهم ما تنسون تطعيماتكم، عندكم تطعيم السحايا والحمد لله تطعيم السحايا حين مقترن هذا مميز مش 3 سنوات حتى 5 سنوات فعاليته، فإحنا ننصح الناس إن دائما يأخذوا الحذر وإن شاء الله الله يرجعهم سالمين غانمين لأهلهم إن شاء الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. حياكم الله مشاهدي الكرام، جاءنا لكم بعد ما شفنا هذا التقرير الجميل الحقيقة اللي يعني نشكر الحقيقة مهندس العلاج الصحة على ما تقوم بالحقيقة في خدمة المرضى الحقيقة في الداخل والخارج، تهيئ الحقيقة لهم كل سبل الراحة، لكن الباقي علينا إحنا نأخذ التطعيمات حتى نروح الحج، وإحنا إن شاء الله الروح حتى نقوم بهذه الحج الصحيح ونرجع إن شاء الله أصحاء. فاصل قصير وأرجع لكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام في المحور الأخير، بنتحدث الحقيقة عن أيضا النصائح الغذائية في والأكلات والأطعمة اللي الحاج يأكلها. البعض يمر على مكان معين يشوف أكلة ممكن يشتاق أنه يأكلها، فلكن هذه أيضا، لكن أيضا الجانب اللي إحنا نبي نسأل الشيخ ما في فيها وهي مسألة بعض الناس أيضا يجيبون أطفالهم رضع صغار في السن، ودي شرعيا وأيضا طبيا ما هو الدور اللي ينبغي علينا إحنا أيضا لظروف معينة؟ والله حقيقة فكرة إدخال الأطفال في العبادة خاصة إذا كانوا لا يعقلون لا يسلم من مخاطرة، وأيضا من تضيع بعض الفرص على ولي أمره. يعني تصور معك طفل الآن وقاعد يطوف وانت في الحرم في الطواف وقاعد يصيح قضى حج أجلكم الله على نفسي، تفاجأ بأنك أنت في مشكلة، الوالد تفعل قاعد تشيله على كتفك اليمين على اليسار على صدرك ما قاعد يسكت، بيعكر مزاجك ويفوت عليك العبادة، والعبادة ما يبارك الله فيك مجرد أنك أنت قاعد تطوف حول حصن يبي خشوع هذا ينتهي. والأمر الثاني أيضا من الأخطاء غير هذا إضافة أن واحد قاعد يطوف بالكعبة وماسك الجوال قاعد يتكلم كا 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 وضحك. بنتكلم شك عن هذه بعدها، لكن أنا أبي أرجع أيضا للأطفال اليوم اللي إحنا بدورنا ممكن الواحد يودي ولده إن كان رضيع. التوصيات دائما الصادرة المعتمدة إنه كبار السن الذي يعني يخاف على صحتهم، الحوامل وصغار السن يوصى بتأجيل الحج تبعهم، خاصة إذا كان مثلا كبير السن قد حج من قبل والآن هو مريض، لا ننصح بذلك. المرأة الحامل تؤجل حتى بعد، وبعض كبار السن تقول له يبقى بحط لك جاري ندفق، قال لك لا أنا فيني شدة، ومع أنه ويتعب اللي معه. اي نعم، الحامل حفاظا على صحته وعلى جنينها كذلك تؤجل إلى السنة القادمة أو اللي بعدها في الأمر سعة. الطفل الصغير إن شاء الله يكبر ويكون بالغ ويحج حجة الأصلية أفضل ويكون في وضع أفضل من هذا الأمور، إلا إذا كان مثلا في وضع لا يستطيع أهله أن مثلا يتركونه. يعني شو رأي شيخنا في الموضوع إنه المرأة التي حملت جنين عندما رفعت الجنين وقالت كم عدد الناس أصلا 124,000 رجل ومرأة وطفل مش بملايين عندك ملايين يا رجل. بعدين الثلاث أصناف اللي ذكرها الدكتور محمد، حامل والطفل وكبير السن، هؤلاء أكثر عرضة، مناعتهم شوي ما تكونت فمناعتهم ضعيفة، فهم أسهل أن يلتقط الأمراض أكثر من غيره. يعني أيوة. أكثر من الشباب أكثر من مناعتهم إلى الآن، خصوصا الحامل، يعني هي الحامل عن شخصين، يعني هي بتضر نفسها بتضر الجنين اللي داخل بطنها. أيوة صح. وكبير السن يعني خصوصا بيتعب اللي معاه، هو بيتعب لأن فيها حركة، فيها كبير والطفل هم ثلاثيان أنهم أيوة. يعني فعلا صح. بيتعبون اللي حولها اللي شايلة أو اللي أنت أيضا فلو كان كبير السن ما حج
من قبل خلاص لازم يحج، يعني كان اذا حج ممكن ياجل حجتك، حامل تاجل حجتك كذا. دكتور مشعل، ايضا من النصائح اللي احنا اليوم نوجهها ايضا للحجاج قبل واثناء الحج وبعد الحج اللي احنا اليوم لابد نؤكد عليهم، حتى ايضا كل واحد اليوم بيروح الحج كان ايضا رجل كبير او امراه كبيره او ايضا شاب او شابه. في نقطة مهمة يعني أثناء الحج، في يعني السنة هذه في عرفة بيكون في حر في الصيف وحر، يعني فشرب الماء كثير أي مهم جدا مع الحر. يعني اسمح لي دكتور مشعل، مع الحر كل سنة في عرفات سبحان الله تمطر ويصير الجو دائما مع وجود أيضا يكون شهر 8 أو يعني شهر 9 أو 10، يعني فضل الناس ما أدري، لكن ظهر عرفة او عصر عرفة هذا بيكون شوي الجو حار، فشرب الماء الكثير هذا مهم جدا عشان ما يفقد السوائل الجسم ويسوي له جفاف، لانه وراه مشاوير كثيره وراه ممشى كثير. ولا يكثر لكن في ملوحه بعد عشان ما يعطش زياده. صحيح. اي لانه يحتاج وراك مزدلفه ايضا وراك طواف وراك سعي وراك جمر، فتحتاج الى طاقه وتحتاج ما يكون عندك جفاف، لأن ضربة الشمس وحر الشمس وما عندك ماء وما تشرب ماء فيصير عندك هبوط في الدورة الدموية وممكن إغماء وحالات إغماء. الشيء الثاني الأكل الصحي، يعني الحملة تجيب أكلات مغلفة المفروض يعني، والماء يكون يعني يفضل أن أنت تفتحها بنفسك ما تشارك غيرك، مش والله يعني لا يعني ممكن هو عنده أمراض وأنا عندي أمراض فليش أنا أنقل حق غيري. فلو زوجتك بعد. ما في حد يتشارك في هذه الأمور هذه. بعدين طبعا مثل ما تفضل اخوي محمد الهاجري انه المفروض يعمل مثل ما نقول دوره تدريبيه، انه يعمل رياضه، يمارس رياضه المشي. الشيخ قال 4 كيلو مثلا، لا احنا ما نمشي 5 متر، المفروض يمشي على الكورنيش كتدريب للمشي لانه بيجي في وجع. انا لازم دكتور اسوي معسكر دكتور محمد، الواحد قبل يروح الحج ممكن يعسكر يعني. والله ممكن اسميه معسكر شخصي يعني. شخصي نعم. او تتفق مع زملائك تمشي على الاقل في اليوم مثلا بعد العشاء او بعد المغرب، واللي عنده مثلا لياقه يمكن العصر ياخذ شويه شمس وفيتامين او بعد الفجر احسن، وصل الفجر في الجماعه. يصل الجماعه نعم. يجيب اذكار الفجر. نعم. المهم يمشي لانه في وجع مفاصل، وجع عضلات. يلين شوي. ارهاق. سخن مثل رياضي. يعني يوم العيد يكون كلهم ناس. المفروض يبون ورقه كتاب انه والله نعم قطعت انا كذا كيلو في خلال الايام هذه حتى بدوره، لانه فعلا في الطواف والسعي وايضا في الرميم محتاج الانسان يمشي ويكون يعني رياضي. فيه على الاقل يكون يريض نفسه فيه قبل الحج. صحيح. لذلك يعني اذا حسبناها تقريبا الطواف والسعي يعني الشخص المتوسط قد يعملها في ساعتين تقريبا، بعضهم يمكن في اقل شيء بسيط وبعضهم اكثر شيء بسيط. فنعود انفسنا على المشي. الطواف والسعي. طواف والسعي. لا انت رافع الرقم جدا. يقول اقل من هذا. نعم. يعني متوسط ساعه ونص ساعه. يعني انا اخذ الكبار و زين خليك مع الكبار هذا معقول. فاذا عودنا انفسنا مثلا من ساعه ونص الى ساعتين مشي يوميا لفترة مثلا شهر قبل الحج على الأقل، خاصة للي ما مش متعودين على المشي مهم جدا، ويكون بعد يعود نفسه في جو شوية يعني حار، ويكون يتعود أنه يشرب ماء في هذا الوقت بحيث أنه يعوض السوائل، فجسمه يتعود هو يتعود. يعني أنا أذكر على بالسرعة كذا كان معنا واحد أول مرة يحج قال أنا بروح غار حراء. غار حراء ما شاء الله بعيد، ساعة ونص طالع فوق وبعدين تنازل، يعني جلس 3 ايام يشتكي من مفاصله. صحيح. ومراهم وحبوب وتعب في حده يعني. صحيح. فاللياقه هذه مهمه جدا، انا اكد كذلك على مأمونيه الغذاء. انا دائما اقول لهم دكتور، اقول لهم الواحد لابد انه يرتاح في الايام اللي يجون يوم 4 و5. بعضهم يتعبون، بعضهم الحريم من سوق الى سوق ومن مكان الى مكان. صحيح. ولما يجي يوم الثامن والتاسع تقول له والله قوم، قال لك والله انا ما اقدر عيزان. فانا اقول اللي عنده نشاط واللي عنده قوة يخليها ابتداء من اليوم الثامن والتاسع، لأنها هي الأيام المتعبة اللي فيها جهد أكثر وطاقة أكثر. فأنا أقول لا نضيع جهدنا في الأيام اللي قبل اليوم الثامن والتاسع. يعني صحيح، يعني ممكن تصير ظروف تتفاجأ فيها هناك في الحج. يعني احنا خبر من سنتين كذا صارنا ظرف، مشينا من مزدلفة إلى منى، إلى مقر السكن. يعني القطار صارت فيه مشكلة، فما تدري أنت إيش الظروف اللي تواجهك. تمشي مسافة كبيرة مش سهلة يعني. صحيح. فأنت ما تعرف إيش الظروف هناك. صحيح. كذلك يعني عند الانتهاء من الحج احنا عندنا إجراءات اللي هي أخذ حبة المضاد الحيوي عشان
تمنع انتقال الميكروبات، لكن هذه احنا نتوقع خلال السنة القادمة انه ما نحتاجها، لان التطعيم الجديد من مميزاته انه يمنع، يعني يقيك انت شخصيا ويمنع جسمك ويعطيه المناعة انه ما يحمل هذا الميكروب اللي هو ميكروب الحمى الشوكية، بحيث انه ان شاء الله يطرح هذا الموضوع على اللجنة انه ما يحتاج هذه الحبة لكل من اخذ هذا التطعيم. كل واحد ما ينسى حبوبة اللي ياكلها ايضا لازم تكون متواجدة معاه، ينقلها من مكان الى مكان حتى ياكلها في الوقت المحدد اللي حتى يكون علاجها. هذه النقطة مهمة، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى الدولة مودين معانا ادوية من الدولة، ولكن سبحان الله ممكن الحاجة هذا مريض السكر او حاجة انسولين هو بعيد عنا مثلا والان يحتاج الى الابرة، فلازم يكون عنده الكمية اللي تكفيه ادويته، ادويه الضغط، ادويه الربو، ادويه السكر، هاي لازم، مش انه والله الدوله معنا، الدوله موجوده في ادويه متوفره، ولكن يمر مستشفى ياخذها ويخليها معي ايوه وديها. ولكن سبحان الله لازم حتى طريقه التخزين لازم يخزنها صحيح، يخزنها بس انا اذا والله في الشمس انضغط خلاص ما عاد تفيد الادويه هذه، فلازم تخزين مهم. لا شك، ايضا مشاهدي الكرام وصلنا وياكم لفقره خاطره يقدمها فضيله الشيخ الدكتور سعيد البديوي، خلونا نشوف هذه الخاطره ونرجع لكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يظن كثير من الناس بأن التوكل ينافي الأسباب، والحقيقة خلاف ذلك، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر مريم عليها الصلاة والسلام بأن تهز الجذع وهي امرأة ضعيفة نفسا لا يؤثر هزها للجذع فيه شيئا، ولكن كما قال الشاعر: ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع الساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. وهكذا نقول في من يريد الذهاب إلى بيت الله الحرام عليه أن يحتاط، أن يأخذ الاحتياطات اللازمة ويتوكل بعد ذلك على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، فيأخذ التطعيم اللازم، لأن ذلك لا ينافي التوكل بل هو وقاية، وكما قيل قديما: الوقاية خير من العلاج. ويقال أيضا أقدم من هذا: الواقية خير من الراقية. ويقال أن يحكى أن هارون الرشيد لما ذكر عنده طبيب قال له: ليس في كتابكم شيء من الطب. فقال له أحد العلماء وكان جالسا علي بن حسين بن واقد، قال: بل ذكر الله في كتابه العلاج كله أو الطب كله في نصف آية. قال: وما تلك؟ قال: قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فعدم الإسراف في الأكل والشرب هذا من الوقاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. حياكم الله شهد الكرام، أيضا شفنا هذه الخاطرة من فضل الشيخ الدكتور سعيد البديوي على أيضا هذه الكلمات النيرة، جزاه الله الخير. الشيخ موافي، ما زال الكلام كثير نتكلم فيه، لكن لكل بداية نهاية، أبي رسالة أخيرة يوجهها الشيخ موافي من أراد أن يحج بيت الله الحرام. أول شيء أن نعلم أننا ذاهبون إلى عاصمة ملك الله تبارك وتعالى لزيارة ملك الملوك في أعظم بقعة على وجه الأرض، في رحلة يحط الله فيها الخطايا والسيئات ويرفع الدرجات، فينبغي علينا أن نتأدب بالأدب النبوي المبارك، كما ينبغي علينا أن نتفقه فقها يجعلنا في وضع تقبل فيه أعمالنا، وألا نكون من المفتين، وألا نعرض عن الإخوة المرشدين في الحملات، وإنما لابد أن نسأل عما أشكل علينا أولا بأول. شكرا للشيخ موافي عزب على وجوده أيضا معنا. كلمة أخيرة الدكتور محمد الهاجري. والله أنا أعطي نصائح سريعة نقاط. أهم شيء أن الإنسان يتوكل على الله ويتطمن من ناحية الأوبئة، ما الأوبئة إن شاء الله يعني ربك هو الحافظ. يزيد الإنسان لياقته، يأخذ أدوية كافية معه، الاستشارة الطبية قبل الذهاب، وكذلك الحصول على التطعيمات الرئيسية قبل الذهاب إلى الحج. كلمة أخيرة أيضا دكتور مشعل المسافري. إحنا إن شاء الله نكون متواجدين مع البعثة إن شاء الله في مقر البعثة، ففي أرقام لابد أن الحجاج يحفظونها، في أرقام للطواغي، الأدوية لازم تخزن بانتظام، ما يهمل أي عرض مهما كان بأي طريقة، خصوصا أن عندهم أمراض مزمنة، أي عرض لو بسيط بالنسبة لمريض المزمن خطير،
فلازم يرجع لأقرب طبيب عنده. في عندنا أرقام بتكون موجودة في كل الحملات، يقدرون يتواصلون مع الأطباء في البيت إن شاء الله. وأيضا في كل حملة أيضا فيها أيضا طبيب متواجد في بعض الحملات قادر أنها تجيب أطباء، في بعض الحملات ما عندها أطباء، فإحنا متواجدين 24 ساعة في أي وقت. شكرا دكتور مشعل المسيفري، شكرا ايضا للدكتور محمد الهادري، وايضا شكر موصول لشيخنا الفاضل شيخ ما في عزب على حضوره في حلقه ايضا نصائح للحجاج. اتمنى الحقيقه كل التوفيق لحملاتنا، التوفيق ايضا للقائمين ايضا في الاراضي المقدسه ان يسهل امورهم ايضا حجاجنا. ايضا في ختام حلقه اليوم لا يسعني الا ان اشكركم واشكر ضيوف الكرام على حسن مشاهدتكم ايضا لنا لهذا البرنامج المطوع. حتى ذلك الموعد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.